ايه رايك في الخلافات الاخيره اللي حصلت بين عمرو دياب ودينا الشربين؟ قراءتك بحب صراحتك في الحاجات دي. يعني انا مش هقول اني انا يعني انا مع الستات، لانه دينا تستحق من عمرو انه يضحي شويه علشانها. عارفه انه صعب جدا عمليه الجواز، لو هو يعني عمل ارتباط شرعي هيكلفه نص ثروته، لانه طبعا زوجته ست عظيمه وانا بحترمها قوي زينه، لكن هو ده القانون الانجليزي. فاحنا في موقف صعب، يعني احنا متعاطفين مع دينا بس بردك لازم نحس بعمر. انا اعتقد ان هم هيلاقوا حل وسط، يعني مش غلط الجواز اللي ممكن يكون هي عرفي معترف بي، يعني يعني فليكن، ربنا يوفقهم. انا بحب قوي قصص الحب، فاتمنى قصه الحب دي ما تروحش، لانه عايشونا فرحه يوم الثلاث وبرج الحوت يعني، فما ينفعش كده يعني. عارفه يعني يوم ما حصل من زمان انفصال بين نجمين كبار، مش عايزين نقول دلوقتي لانه توفى الزوج دلوقتي، زعلت، حزنت اسبوع. بتحبي قصص حب النجوم؟